وحنبدأ الليلة رد جديد على الجمهوري صاحب المنهج الفاسد المدعو عمر القراي. وبعد ما نرد على كلامه بنواصل في تصحيح المعتقد إن شاء الله كله في دقائق معدودة الموضوعين. طيب القراي طبعا بيعتقد كما يعتقد شيخه المرتد الملحد محمود محمد طه، يعتقد صحة نظرية داروين أو ما تسمى بنظرية التطور، بل بيقول بصريح العبارة المدعو القراي إنه نحن اتطورنا من القرود وكنا قرود وكنا حيوانات، بل قال كمان زاد عليها قال لحد الآن فينا صفات الحيوانات. وكده نسمع أول حاجة كلامه، بعد ذاك ننظر ما جاء في الرد على هذا الباطل في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا يا جماعة ردنا على القراي ده الضال المضل وغيره من المجرمين والملاحدة وأتباع الكفرة وأتباع المشركين، ده فيه خير عظيم للناس، لأن العقوبة من الله سبحانه وتعالى بتأتي إذا الناس رأوا الضال والظالم والمضل وما ردوا عليه، ربنا بيعاقبهم كلهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ونحن الآن يعني عندنا مصائب كثيرة ربما تكون عقوبات من الله سبحانه وتعالى، ضائقة معيشية ودمار في الاقتصاد ومشاكل قبلية وحروب طاحنة وغيرها في بلادنا وبلاد المسلمين إلا من رحم الله. من الأسباب هو السكوت على هؤلاء الظلمة وعلى هؤلاء الملاحدة وعلى أعداء الرسل وأعداء الدين، فلازم نأخذ على يدينهم ونرد عليهم عشان نعم الخير على البلاد والعباد. نشوف القراي يقول أصلا نحن كبشر كنا قرود، ولاحظ البشر ديل بيدخل فيهم الأنبياء والرسل وهم سادات البشر، يعني كلامه ده بيلزم منه إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان قرد وتطور، وكذلك كان حيوان، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين. وهذا من أكفر الكفر وأبطل الباطل، عشان ما تقول النظرية دي ساكت. والنظرية دي أبطلوها معظم الأطباء ومعظم علماء الطب، أبطلوا هذه النظرية، لكن القراي كذاب. طيب نسمع الكلام. ده المقطع الأول. هسا برضو دي من المسائل المفيدة أنه نعرفه في التطور، أنه نحن لما ننتقلنا من مرحلة الحيوان، الحيوان ما انتهى مننا، الحيوان نحن حاملينه في إهابنا. هسا أجيب زول هسا في الوقت الحاضر جوع جوع شديد ويجيب له الأكل شوفوا يأكل كيف، أو نحن لما نكون زعلانين وبنمارس العنف بنكون زينه زي أي حيوان بيبطش بالحيوان الثاني، فنحن الحيوان شايلينه في داخلنا. وطبعا هو حيوان براو، لأنه أنا أتعجب من إنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه، ولقد كرمنا بني آدم، ربنا كرم بني آدم، هو ما داير التكريم ده من ربنا، داير يكون حيوان، هو حيوان، لكن نحن ما حيوانات وكنا قرود وكنا شمبانزي وكنا غوريلا، لا 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 لا، ده يمكن القراي بيحكي عن واقعه هو فقط، ده واقعه هو ربما بيحكي عنه، وكل إناء بما فيه ينضح، وعشان كده ذاته شبه ظاهر والله إلى القرد. أما نحن ربنا سبحانه وتعالى مصدقين كلامه، أما أنت الما مصدق كلامه دار تكون قرد، دار تكون بطاطس، دار تكون كزدكوة، على كيفك. إحنا مكرمين، ونحن ما من
تطورنا من حيوان. وده المقطع الأول، أنا لسه ما علقت على المقطع، جايك التعليق، نشوف المقطع الثاني بعد ذاك نعلق. ما مجرد الكلام اللي قاله دارون، دارون بيعتبر فيها زي النجم الهادي، لكن العلم الحديث بعد الدي ان ايه دخل لنا موضوع تطور ما في جدل، لانه هسه نحن في اللحظه دي بنشترك مع القرد العليا ب 99.9 في الدي ان ايه بتاعنا. طبعا ده كذب الكلام ده على العلم بالمناسبه وعلى النظريات العلميه، لانه العلم كذب نظريه داروين، وده معروف طبعا، وكل الاطباء وكل علماء الطب والعلماء بتاعنا الاجنه وغير كلهم كذبوا النظريه، ده معروف ومتفق عليه بين الناس، لكن زول كذاب. طيب واحد كده نشوف كلامه بعد بالترتيب. في المقطع الاول قال من المسائل المفيده في نظريه التطور، ما فيها مساله مفيده، كلها مسائل ضاره وكفريه والحاديه، لانه الغرض من نظريه التطور والنظرية الثانية اللي اسمها الانفجار العظيم، الغرض من النظريات دي هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. يعني الغرض منها إنه ربنا ما خلق الإنسان، إنما الإنسان هو الذي طور نفسه بنفسه وخلق نفسه بنفسه وأوجد نفسه بنفسه. يقول لك كان حشرة قزرة، وطبعا قزر براك أنت، إحنا ما قزيرين الحمد لله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال إن المؤمن لا ينجس، لكن أنت بطريقتك. فحشر في مستنقع قزر، وبعد ذاك اتطور بقى شنو قرد كيف، وبعد ذاك بقى غوريلا، وبعد ذاك بقى شمبانزي، بعد ذاك غوريلا، وبعد ذاك بقى انسان، والضانه بيتقطع، والوهمات بتاع داروين وانجلس وغيره من المستهبلين والملاحده. لازم الناس يفهموا انه الغرض من النظريات دي هو الالحاد وانكار وجود الخالق واثبات ان الانسان اوجد وطور نفسه بنفسه وما ثم خالق له. دي الغرض يا جماعه، وده اصلا غرض محمود محمد طه، ده غرضه كده، لانه محمود محمد طه عنده مشكله مع الله سبحانه وتعالى وبينكر وجود الله. قال الله الاسم ده ما هو الا الانسان ذاته الكامل. فالجمهورين ما عندهم الله سبحانه وتعالى في عقيدتهم، يعني انما الله الموجود في الايات وكده هو انسان لكن كامل، فهم ذاتهم بينكروا وجود الله. لابد تفهموا المعلومه دي يا ناس، عشان كده بيميلوا لموضوع نظرية شنو؟ التطور وغيره من النظريات الإلحادية وبيأصلوها للناس. أما من القرآن ربنا قال الإنسان ما خلق من قرد ولا تطور من شمبانزي، إذا كان القراي ومحمود محمد طه ديل بطريقتهم. أما الإنسان المكرم ديل ما خلق من قرد ولا تطور من شمبانزي ولا غيره. واسمع القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ما قرد ولا شمبانزي. وربنا سبحانه وتعالى قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وربنا سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ربنا عز وجل قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. وقال الله جل وعلا أيضا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى قرد يهو القراي ومحمود محمد طه، أما نحن خلقنا من طين، ده في القرآن وآيات كثيرة جدا. أما بالسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس لآدم وآدم خلق من تراب ما من طين. وعشان الأحاديث والآيات دي القراي بينكر إنه آدم أبو البشرية. في مقطع تاني له برضو منشور بيقول إنه كان في بشر قبل شنو؟ قبل آدم أبونا آدم. ليه؟ لأنه لو أثبت إنه أبونا آدم ربنا سبحانه وتعالى بيّن والنبي عليه الصلاة والسلام إنه آدم خلق من شنو؟ من تراب ومن طين ومن كده. فعشان كده هم بينكروا يا جماعة شنو؟ بينكروا إنه آدم أبو البشرية، وعشان يثبتوا إنه في خلق قبل آدم، وعشان يثبتوا إنه خلق قبل آدم ديل كبشر اتطوروا من قرد، وعشان يثبت إنه ربنا ما خلق الإنسان إنما
الإنسان تطور فكأنه طور نفسه بنفسه وخلق نفسه بنفسه. فنناقشهم بنقطة واحدة وسؤال واحد يا قراي، إذا كان الإنسان هو الأوجد نفسه، خلق نفسه، طور نفسه من حشرة لقرد لشمبانزي لغوريلا لإنسان، وقطع ضنب وشال الشنب إلى آخره، إذا كان كده الحشرة الأولى ديك اللي اتطورت لقرد ثم إلى شمبانزي ثم إلى غوريلا إلى آخره، ديك الأولى ديك من الذي أوجدها؟ بس ده السؤال، من الذي أوجدها؟ ده السؤال اللي ما يقدر يجاوب عليه أي ملحد من هؤلاء الملاحدة. قال القرائي أيضا في المقطع الأول، نحن لما انتقلنا من مرحلة الحيوان، الحيوان ما انتهى مننا، وبيأشر لنفسه، والله صدقته تمام لايك زي ما بقولوا جماعة، الحيوان نحن حاملينه في إهابنا، صحيح انت لكن ما نحن، وده تمام ما ده الرجل بيقول عن نفسه حيوان وبيأشر لنفسه حيوان، والله الحيوان أحسن منك. ليه؟ لأنه الحيوان بيسبح الله يا أخي، وإنت بتحارب الله، أنت بتحارب الله، بتقول الله هو الإنسان، بل القرائي قال الله عنده زوج، الله عنده زوج، زوج لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب بعد ذلك في المقطع الثاني قال النظرية العلمية بتاعت التطور، هي ما نظرية علمية، نظرية إلحادية فاشلة، لكن الرجل ده يلبس على الناس. تاني في المقطع الثاني قال داروين يعتبر فيها زي النجم الهادي، لا لا لا، نحن عندنا الهادي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يهدينا إلى الطريق بإذن الله، شكرا ربنا قال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يهدينا هداية البيان والإرشاد، فهو هادي لنا هداية بيان وإرشاد، والله عز وجل يهدينا هداية التوفيق وهداية القلوب، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فربنا هو الذي يهدينا، ما داروين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا وهدانا هداية البيان والإرشاد، ما داروين. قال لأنه نحن أسع في اللحظة دي بنشترك مع القرود العليا في 99.9% في الدي ان اي، ولا يمكن يكون الدي ان اي بتاعنا هو نفس بتاع القردة لو ما نحن جينا منها، وطبعا دي كنظرية علمية ده كذب، القرائي حتى بيكذب على الأطباء وعلى أصحاب الاختصاص، ده كذب، ونتحداه منو اللي قال كده؟ حتى من أهل الطب التجريبي ذاته وأهل العلم التجريبي ذاته والأكاديمي، منو اللي قال إنه إحنا بنشترك مع القرود في 99.9%؟ منو اللي قال؟ فده كذب يا ناس، والواقع يكذب ذلك، وين واسع إحنا بنشترك مع القرود في 99.9%؟ وين واسع؟ أنت عندك ضنب ده سي تحت البدلة ولا شنو؟ فده كله كلام فارغ ساكت، دول كذاب ومحتال بس والله.